أرحب بضيوف مشاهدينا. ينضم إلينا عبر سكايب من جنوة المحلل السياسي دكتور محمد فؤاد، وينضم إلينا عبر سكايب من بنغازي عضو مجلس النواب سيد جبريل لحيدة، ومعنا عبر سكايب أيضا من هناك عضو الحزب الوطني الاتحادي سيد سعد الدينالي، وسينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات المحلل السياسي سيد محمد الشامي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد جبريل لحيدة، وأبدأ بالتساؤل حول هذه الجلسة التي دعا إليها أكثر من 70 نائب. ما الداعي لعقدها في هذا التوقيت ونحن على أعتاب ربما المرحلة الأخيرة قبيل يوم الاقتراع في 24 ديسمبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي نبيل، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. طبعا هذه دعوة أتت من أكثر من 70 نائب تقريبا حسب الكشف الوارد، والمطلوب فيها واضح أيضا وهو طلب عقد جلسة، طلب من الرئاسة عقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لما يرونه من ربما اختراقات أو إخفاقات في تطبيق القانون. وهذا الآن نعتقد أنها الآن قبل قليل السيد رئيس مجلس النواب كلف اللي هو نائب الأول السيد النويري، يعتقد أنه يعني وافق على عقد الجلسة، وهو الآن في صدد التشاور مع كل من المفوضية رئيس المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق في إمكانية عقد الجلسة من حيث المكان والزمان. ولا أعتقد أنه يعني يتعرفهم الوقت هذا الأسبوع، ربما تكون الأسبوع القادم، يعني لا أعتقد أنه غدا أو بعد غدا تكون هناك إمكانية لعقد الجلسة. هذا من حيث التنسيق. طيب فيما يتعلق بالاتهامات التي سيقت من قبل النواب، كيف بدت لك؟ والله هي طبعا هذه وجهة نظر الأخوة الزملاء، وأنا لا تعقب لي عليها، هذه هم هذا ما يرونه، وأنا لي وجهة نظر أخرى أنه أعتقد أن المفوضية يعني بما وفرت لها من قدرة وإمكانيات في هذه الظروف استطاعت أن تستمر بالقدرة الممكنة، لأن عليها ضغوطات كبيرة، وهي أعتقد أن لا توجد عليها هذه الملاحظات. يعني بالنسبة للقضاء أعتقد أنه لا سلطان على القضاء ولا تعقيب على أحكامه. الخلل في العملية برمتها، الخلل في العملية الانتخابية برمتها، هل نحن في جاهزين لها؟ هل يعني اللعبة الديمقراطية الآن نحن جاهزين لها؟ هل برغم أن كل الخصوم وكل الأطراف ساهمت كلها الآن أذعنت القانون وكلهم الآن دخلوا في هذه اللعبة، ولكن هل سيعترفون بها؟ هل ستنجح كما نريد وكما يريد الليبيون؟ هل ستكون شفافة ونزيهة؟ هل سيعترف بها طرف وطرف آخر؟ لا، هذه كلها تحديات قائمة، وأعتقد أن حتى التعطيل من أطراف داخلية وخارجية ربما لهذه الأسباب أو لغيرها يعني على قدم وساق. أنا يعني ما كنتش مع عقد الجلسة في هذا الوقت خاصة لمناقشة هذه الأمور، لأن أعتقد أن يعني الانتخابات شبه وصلت إلى يعني صعوبة أنها تصل إلى النتيجة المطلوبة، ولذلك لا أتمنى أن تفسق هذه المسبة في مجلس النواب. واضح عندهم وجهة نظر، وهو الآن ننتظر ماذا سيحدث. يعني سيد الدينالي وجاهت هذه الدعوة، وأيضا حتى الاتهامات التي سيقت من قبل النواب في بيانهم للمؤسسة القضائية وأيضا لمفوضية الانتخابات. سيد سعد تسمعني؟ صوتك لا يصلني سيد سعد، لا أدري إن كنت تسمعني بشكل واضح. الآن أستطيع. نعم فضل. كنت قد سألتك حول وجاهة الدعوة من جهة، وأيضا وجاهة الاتهامات التي سيقت من قبل النواب، أكثر من 70 نائب أطلقوا سيل من الاتهامات ضد المؤسسة القضائية وأيضا ضد مفوضية الانتخابات. نعم للأسف الصوت صار في تقطع في نهاية حديثه. طيب إلى حين أن يصلح الزملاء الخلل سيد سعد الدينالي سأعود لك مرة أخرى. أنتقل لضيفي سيد محمد الشامي وهو المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد الشامي. أنقل ذات النقطة أو التساؤل حول وجاهة الاتهامات وأيضا الدعوة
بعقد جلسة في هذا التوقيت يتحدث بعض النواب، ربما تكون الثلاثاء، الرئيس المكلف للمجلس يتحدث على أنهم ربما تلقوا هذه أو هذا الطلب من قبل النواب وهم في تواصل مستمر مع المفوضية والمجلس على القضاء والمجلس الرئاسي. أولا من بداية تحية ليك ولكل مشاهدينك وأيضا ضيوف الكرام بهذه التغطية. بالنسبة للنواب وعلى حسب قراءة المشهد بالنسبة للنواب وحسب بيانهم فهم شككوا في كل شيء، للأمانة شككوا حتى في النقطة الوحيدة التي كانت غير منقسمة وهي القضاء في ليبيا، وهي السلطة الوحيدة اللي كانت غير مقسومة في ليبيا بعد انقسام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا المناصب السيادية. للأسف الشديد قد نشاطرهم بعد الرأي في ظنونهم وشكوكهم، أن للأمانة القانون واضح بشكل كبير سواء قانون الانتخابات الرئاسية أو ما توتر عن في نتائج بالنسبة للاستئناف وللقضاء والطعون، كل شيء واضح للأمانة. للأسف الشديد نحن كنا في حتى عبر قناتكم كنا نحاول أن نصل بالانتخابات إلى بر الأمان وأن تكون هي حل ليبيا، لكن يبدو أن وصلنا إلى منعرج يعني نقول يستر الله على ما بعد، يعني هو 24/12 بعد انتهاء السلطة الشرعية أو الشرعية التي أعطتها الأمم المتحدة سواء كان في حوار جنيف أو حوار الصخيرات. يعني السلطة الآن السلطة أو الشرعية لكل أجسام الآن الموجودة أعطتها ملتقيات الحوار السابقة وقالت في سياق خارطة الطريق في برلين أن يوم 24/12 هو انتهاء الشرعية لكل أجسام الموجودة بانتخابات تزامنية بين الانتخابات الرئاسية وانتخابات برلمانية. النواب من حقهم الاعتراض، من حقهم الاستفسار، باعتبار أن المفوضية أو رئيس المفوضية يتبع حسب تصريحه هو يتبع سلطة مجلس النواب، وأيضا المجلس القضاء من حقهم الاستفسار على المواضيع، مضارب الطعون، كيف نتجت الاستئنافات، لماذا لم ترفض بعض الشخصيات حتى من غير الذهاب للقضاء. هو استعمل السلك السياسي بالنسبة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، هو لديه قانون انتخابي، استعمل أنه يرمي الكرة في ملعب القضاء فوضع القضاء في موقف محرج. وللأسف أصبحنا في فيدرالية واضحة حتى بالنسبة للقضاء، قضاء الجنوب حكم لمن هم موجودين في الجنوب، القضاء اللي في الشرق حكم لمن هم موجودين في الشرق، والقضاء اللي في الغرب حكم لمن هم موجودين في السلطة في الغرب في المنطقة الغربية، وكأنه تقسيم فيدرالي بحت. يعني سيد الدينالي، أعود لك مرة أخرى إن كنت تسمعني وأسألك حول اللي حرك النواب في هذا التوقيت بأن يطلقوا هذه الاتهامات. يقول السيد شامي أنهم لم يتركوا شيء إلا وشككوا في صدقيته ربما وفي صدقية ما أنجزه طوال المدة الماضية وحتى الحالية. ماذا عنك؟ طبعا في البداية أول رحب فيك ورحب السادة الضيوف والموقرة. بالنسبة لمجلس النواب طبعا كما نعرف جميعا من صلاحيات مجلس النواب أن مسائلة المفوضية العليا والانتخابات، وهذا بالحق يعني كجهة صحية أن في اللي كان رأى أي خلل في عملنا أو رأى أن في عمل غير مناسب، لكن نحن اللي نشوف فيه الآن يعني العملية الانتخابية سير فيها بعض الخلل نحتجوا عليه، وهو مثلا عملية عدم الانضباط وعدم الاتياع لآخار في حوارات جنيف حدثت، وايضا في بعض الاحتلال هذا لما يراه بعض الاحتلال هناك احتلال هناك احتلال من الممكن ان يشكل خطر على سير العمليه الانتخابيه بسلاسه، ولهذا راى بعض الاحتلال ان ينشر محادثات او مساءله للانتخابات. نامل ان يكون هذا الامر يدفع في اتجاه سير العملية الانتخابية بسلاسة وفي موعدها المحدد، ونتمنى ألا يكون هناك تعطيل العملية الانتخابية أو انحراف مصالحها. طبعا نتمنى ذلك ولا نريد أن يكون مجلس النواب وأنه الحجرة التي تقف أمام رغبة الشعب الليبي في الانتقال السلمي عبر العملية الانتخابية والعملية الانتخابية. سيد فؤاد، ذات النقطة حول ما الذي يخفيه النواب من دعوتهم هذه في هذا التوقيت؟ بسم الله، تحية ليك ولضيوف الكرام ولكل المشاهدين.
في الحقيقة نحن ندخل الموضوع يعني إلى صلب الموضوع من الأول، يعني مش هنحاول نشرح اللي قاعد يصير، لأن أعتقد أننا شرحناه حتى على قناتكم أكثر من مرة، وقلنا أكثر من مرة أن كل القوانين اللي صيغت وكل عملية اللي صيغت الهدف الأساسي منها هو عرقلة العملية الانتخابية وليس الوصول إلى عملية انتخابية. الهدف من وضع الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية هو عرقلة الانتخابات النيابية، وإذا ذهبت الانتخابات الرئاسية في الاتجاه اللي يبوه هم يكون هذا جيد وممتاز وأفضل من المتوقع، غير هذا سيتم عرقلة العملية الانتخابية. اليوم بالأحداث اللي قاعدة تصير أستطيع أن أؤكد يعني أنها 90% مش هتكون هناك لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية يوم 24 مارس، وأن كل اللي نشوف فيه هو إرهاصات لعرقلة العملية برمتها. يعني ستكون هناك أعذار كثيرة، ولكن لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات من قبل سواء مجلس النواب سواء غيره من المعرقلين البطرية. وهذا طبيعي مش غريب، يعني لأن الانتخابات الرئاسية كما يعلم الجميع هي معادلة صفرية، الفائز حيفوز بكل شيء والخاسر حيخسر كل شيء، فلذلك كانوا يدعموا هذه العملية عندما اعتقدوا أنهم سيفوزون بها ولذلك سيربحون، يعني الربح يكون كبير. لما عرفوا أن هناك مخاطرة حقيقية في عدم الفوز بهذه الانتخابات أصبحت هذه الانتخابات مشكل كبير. ما طبيعة هذه المخاطرة دكتور؟ ما طبيعة هذه المخاطرة التي اتضحت لهم؟ بكل وضوح دخول رئيس الحكومة الحالي للانتخابات الرئاسية يعني احتمال فوزه كبير جدا سواء من الجولة الأولى أو الجولة الثانية، ولا لا منافس لي حقيقة. كل الدراسات الواقعية يعني على الأرض تقول الكلام هدايا، وهم يعرفوا هذا وراهم فيه مخابرات. يعني دخول دبيبة لوحده أم شخصيات أخرى؟ لا دبيبة. طيب الوحيد المنافس القوي هو دبيبة للجميع. سيف المشكل في سيف أنه يسحب بعض الأصوات من حفتر بدون شك، يسحب جزء كبير من الأصوات من حفتر، ولكن سيف لا يستطيع الفوز. لذلك كما قلت أستطيع الآن شبه التأكيد، يعني ما نقدرش نقول أحداث، أن الانتخابات ستعرقل الأيام القادمة، حتكون واضح أن الانتخابات هذه مش حتصير. واللي نشوفه فيه اليوم هو إرهاصات لمنع هذه الانتخابات، اللي حيجد نفسه في موقف سيء جدا بدون شك هو عماد السياح، لأنه تم استغلاله كورقة أنه هو يمشي بالمخطط اللي هم رسموه، استجاب لكل الطلبات ولكل اللي طلبوه منه، حيلقى نفسه الآن في موقف يعني لا يحسب عليه. ولكن هذا طبيعي لأن اتخذت قرارات كلها كانت خاطئة، الكل يعلم أن قانون الانتخابات بالطريقة اللي صدر بها هو قانون معيب لا يتبع لا الإجراءات الدستورية ولا الإجراءات القانونية، يعني من ناحية الفنية في عيوب كثيرة ومن ناحية القانونية والدستورية. طيب. هو خرج مخالف تماما ويمكن الطعن فيه بكل بساطة أمام أي محكمة، ولكن القضاء اللي هو أصبح طرف سياسي للأسف الشديد، أو مش كل القضاء، سنأتي إليها هذه النقطة، سنأتي إليها مسألة إن كان القضاء تعرض للتسييس أم لا وفق ما تعتقده سيد محمد. لكن سيد جبريل في ذات النقطة، هل بالفعل إنه دخول الدبيبة على خط السباق الرئاسي وبدرجة أقل ربما كما يعتقد دكتور محمد سيف الإسلام القذافي هو من وضع النواب اليوم في حالة تناقض كبير؟ كانوا بالأمس يؤكدون دوما على إجراء الانتخابات ووجوب إجرائها في 24 من ديسمبر، اليوم باتوا يشككون حتى في الجهاز القضائي، لأنه وفق أحكامه سمح لسيف والدبيبة بالعودة للسباق الرئاسي مجددا. لا، هو أنا أختلف تماما مع محمد، لا أنظر المسألة من هذا الزاوية. أعتقد أن الآن الكل سواء كان على المستوى الداخلي أو الخارجي يعلمون أن دخول كل من الدبيبة وسيف الإسلام إلى هذه الانتخابات لا شرعية له، يعني سواء كان بدينا من تعهدات السيد الدبيبة في 75 وتوقيعه على أن من يعني المترشحين كلهم لهذه يعني السلطة المحددة للسلطة المؤقتة لا يترشحون الانتخابات القادمة، وأيضا كونه رئيس حكومة مهمته أنها تجهز الانتخابات، يعني تريد أن تشرف على الانتخابات، كيف تترشح هذه الحكومة؟ الآن تعتبر الحكومة كلها مترشحة على الانتخابات عن طريق السيد الدبيبة، كيف ستراقب وكيف سترفق وفر الأمن وكيف ستراقب الصناديق وكيف يعني عنده عدة مهمات حتى لوجستيا. الآن بالنسبة لسيف طبعا يعلم الجميع أن الرجل عليه حكم، يعني نستغرب أن الرجل عليه حكم محكمة وما نضمش عليه المادة،
وكل القانونيين يعرفوا أن يجب أن يمثل أمام القضاء لكي يستأنف حكمه أو يلتغى يلغى الحكم ينفذ إلغاء الحكم. يعني الأمور بصراحة لكن يا سيد جبريل كنت تتحدث في حلقات ماضية على أنه لا يجب المساس بالقضاء والحفاظ على القضاء. وطالما ارتضيت بأنه القضاء هو الذي يحتكم إليه في أي خلاف سواء سياسي قانوني غير ذلك، هذا هو الحكم النهائي. إن كان لا يرضيك فهو القضاء هكذا حكم. أستاذ نبيل، أنا لا أعاقب على حكم القضاء ولا تعرض على ترشح أو لا، ولكن نحكي لك من ناحية منطقية ومن ناحية ما هو الذي سبب الذي سيعرق الانتخابات. يعني الآن ليس كما ذكرت السيد محمد أن ربما هؤلاء أكثر نصيب، الآن لا أحد يعلم، ربما أنا حسب تقديري أنا لا توجد دراسات حقيقية تبين من هو الذي سيفوز. حتى في الدول المستقرة صعب جدا أنك تقرر من كان يعتقد أن قيس سعيد سيفوز. الآن أنا أعتقد أن 70% من الليبيين هم حزب الكنبة، لا يعلم أحد. يعني أنت ما تأخذش على اللي في الفيس وعلى يعني ربما معروفين أنصار هذا أو ذاك، لكن إذا كان أجريت انتخابات نزيهة شفافة، وهذا بعيد الاحتمال. يعني الآن حتى المراقبين لدى المفوضية في 2014 كانوا حوالي 20,000 ولا كم 14,000، الآن ما يصلوش 2000 مراقب، وأيضا لا يقدروا يصلون لكل المناطق. هل مراقبين أو المشرفين متاعين المرشحين يقدروا يصلوا كل المناطق؟ الآن كل الأمور تشير إلى هذه الانتخابات إما أنها لن تنجز أو أنها تنجز بطريقة سيئة جدا وتشوه كثير من المشاكل ولن يعترف بها طرف إلا إذا كان جدد مستجدات جديدة. هذا هو السبب. لكن الآن اعتراض النواب على أنهم النواب أصدروا قانون، وهذا القانون هذه وجهة نظرهم. أنا لكن يا سيد وحيدة، أنا لا أريد أن أطيل، أنا لا أريد أن أطيل على بقية الضيوف، لكن لو رجعنا بالتاريخ إلى الوراء وإلى الحلقات التي كنت فيها ضيف على شاشة ليبيا الأحرار سيد جبريل، كان الكثيرين يتحدثوا على وجوب أن تصدر هذه القوانين بشكل توافقي حتى تقبل نتائج الانتخابات، إنه بهذا القانون الذي صاغه مجلس النواب بشكل أحادي ربما يسمح لمن يتهمون اليوم بارتكاب جرائم حرب سواء خليفة حفتر أو حتى سيف الإسلام القذافي، سيسمح لهم هذا القانون بالدخول. كنتم تردون بالقول إنه هذا جزء من العرقلة، وبالتالي دع الليبيين يذهبون للانتخابات، وأيضا أن الصندوق هو الفيصل في أقل من دقيقة. سيد جبريل، أنا وجهة نظري هي يعني ما تغيرتش. الآن أنا مع الانتخابات وبقوة وترك القرار للجليبيين. أيضا قراري ووجهة نظري كانت معروفة جدا أننا لسنا كليبيين الآن ولا حتى غدا ولا حتى بعد سنة جاهزون لهذه اللعبة الخطيرة، لعبة الديمقراطية لن توصلنا نتيجة. يعني هذه وجهة نظري، لكن الأغلبية الكل يريد الانتخابات. إذن الانتخابات القرار للشعب. أما فيما يتعلق بالقانون، القانون أصدر يعني بالحد الممكن من النواب، يعني مجلس النواب ليس طيف واحد، هم الآن توافقوا على هذا القانون بصعوبة، ولكن القانون فيه مواد واضحة جدا. يعني من عليه حكم أو جناية مخلة بالشرف أو أي جناية يعني صادر فيه حكم بات لا يحق له أن يترشح، ولكن أيضا حتى المطلوب للعدالة لا يحق له. يعني وفق الآن معقولة، يعني حتى وفق حقوق، حتى وفق القانون العام، يعني حتى وفق يعني الشخص اللي هو مطلوب للعدالة، يعني القضاء سويس، القضاء سويس في عجالة، القضاء سويس تقول بهذه الأحكام التي صدرها؟ لا حاشا، أنا لا شرعا ولا قانونا أستطيع أن أطلع. سأنتقل طيب إلى السيد الدينالي في هذه النقطة. تأثر بالتجذبات، القرار تأثر بالتجذبات. هل بالفعل اليوم سيد جبريل، أنا أطلت فقط عذرني على بقية الضيوف. سيد الدينالي، لو نظرنا إلى البيان والشكل الذي صيغ به، إلى أي مدى يعبر عن حالة تسييس للعملية الانتخابية برمتها وليس موقفا حقيقيا يعبر عن حقيقة ما يجري من سواء متعلقة بالقضاء أو حتى بالمفوضية؟ وهل يمكن التسليم بالفعل كما ذهب في ذلك سيد جبريل وحيدة أن الأحكام التي صدرت عن القضاء صدرت تحت تأثير؟ نعم، بالنسبة للبيان أنا أرى أن البيان فيه شيء كثير طبعا من التسييس، وهذا أمر واضح جدا للعيان، وفي المطلع يطلع على البيان يرى أن فيه تسييس كبير جدا. لكن موضوع القضاء موضوع حساس جدا، ونحن دائما نحاول أن نكون داعمين للمؤسسة القضائية، لازم، لأن هي المؤسسة الوحيدة الآن التي ما زالت تحافظ على تماسكها، وبالتالي علينا احترام جميع عن القضاء، ونبتعد جميعا
خاصة الناشئين والساسة أن يبتعدوا عن التأثيرات المسلطة نحو الهيئة القضائية أو نحو الجهاز القضائي. نحن أملنا الوحيد في هذه البلاد الآن هو الجهاز القضائي النزيه أن يتفق لنا بشكل فاسد موحد هو الذي نرجع إليه في حال تصب. فبالتالي أنا أرى هذا البيان ربما يشكل نوع من الضغط بأي شكل من الأشكال على المؤسسة القضائية. هذا أمر صراحة غير مفيد لا نتمناه، نتمنى أن تكون المؤسسة القضائية بعيدة جدا عن هذه التدابير السياسية وعن هذه المناكفات، حتى وإن لم نرضى بعض مصادر عن أحكام قضائية، ولكن علينا جميعا الإمتثال لما صدر عن القضاء وعدم التعقيب عليه إلا بشكل قانون من خلال الطعون أو غيرها. لكن نمارس عليها الضغط السياسي ونمارس الضغوطات السياسية الضغط السياسي على الجهاز القضائي هذا أمر شكلا ومضمونا. نعم سيد الشامي، كيف يمكن أن تؤخذ ربما دعوات التأجيل بشكل أو بآخر، دعوة أيضا المفوضية بعدم نشر القائمة النهائية للمرشحين إلى حين الانتهاء جلسة المساءلة؟ كل هذه الدعوات يمكن نظر إليها بجدية بالفعل من الأطراف ذاتها التي كانت حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها، وأيضا لم تكن حريصة على فكرة التوافق حتى في صياغة القوانين مع الأطراف الأخرى التي وفق الاتفاق السياسي إلى غير ذلك يطلب منها المشاركة في صياغتها. باش نكونوا واقعيين ونحاولوا ما نكونوش طرف من الأطراف اللي مأترة وخالقة فوضى خلاقة في ليبيا، لابد أن نرى من جميع الزوايا. للأمانة القانون الانتخابي كان فيه شوية من أنه هو مش كويس للأمانة، يعني بالعربي حتى البعضاء البرلمان وعقيلة صالح لا يريد الانتخابات. مش كونوا واقعيين، فيش واحد يعني بتحوله من كرسي السلطة رئيس الدولة وبيقول لك أنا راضي. هو تعرض لضغوطات دولية، وكان هناك ضغوطات دولية حتى للمعارضين أنهم يتعاقبوا. القانون أصدر عقيلة منفردة لأنه لا يريد الانتخابات. مش يكونوا واقعيين، كنا نحاول مع المجلس الدولة حتى على طريق قناتكم أن يتوافق مع قانون عقيلة ويطلب، أو قانون البرلمان إن صح التعبير، أن يطلب بعض التعديلات، ولكن هو رفضه بتاتا وذكر أنه يريد استرتاع الدستور، وهو من أخفى مسودة الدستور أكثر من سنة ونصف قبل الحرب. ثم نرجع لحفتر، حفتر نفسه اللي نتكلم بواقعية، حفتر لا يريد الانتخابات نهائيا، هو يعلم جيدا أنه سيكون خاسر في الانتخابات، سواء كان كزي ما قال لك محمد فؤاد يعني ضيفك الكريم، سواء كان البيبة أو سيف الإسلام أو أي أشخاص أخرى، فليس هناك توافق على حفتر. والدليل على أنه قام بعرقلة القضاء هناك في الجنوب أكثر من مرة، وهذا يعتبر عرقلة من مترشح وذكرت شخصيا وتبت على أنها الكتيبة تتبع لما يسمى بالقائد العام للجيش. أيضا خالد المشري عرقلة الانتخابات، حميد البيبة له كرئيس دولة رئيس حكومة، كلنا وأنا شخصيا مع حميد البيبة أن يكون حاكما لليبيا إلى يوم 24/12، وهو ما تعهد به شخصيا أن هو لن يدخل انتخابات 24/12، وأنه سيؤدي أمانته التي اختير من أجلها وهو تأمين الانتخابات وأيضا الوصول لبر الأمان من ناحية توحيد المؤسسات الدولة. لكنه طعن في السيد البيبة. أعطيني فرصتي بس نكمل. كل ذلك هم يعتبروا معرقلين، وحتى المفوضية لم تكن صراحة لم تكن جازمة عندما أعطيت لها قانون الانتخاب، هي رمت الكرة للقضاء. ما خلانا نشكك في تسييس القضاء هو القرارات التي لا يمكن أن تصدر من القضاء. لا أتكلم عن الطعون أو قلتها، تكلمنا على قرار مجلس الأعلى للقضاء في الأول أنه عدل أن يحق لأي مترشح أن يطعن حتى في مدينته أو خارج مدينته، ثم رجع وسحب التعديل وأعاد الكرة من جديد أن لا يطعن إلا في منطقته في بنغاء في منطقة الشرقية أو الغربية. حتى أفهم وجهة نظرك سيد الشامي، دليل على اهتزاز هذا القضاء. حتى أفهم وجهة نظري، يعرقلون الانتخابات، الكل يعرقلون الانتخابات ليحافظوا على مكانتهم. حتى أفهم وجهة نظري سيد الشامي، أي من الأحكام القضائية التي صدرت في حق مترشحين بعينهم وأعادتهم إلى السباق الرئاسي مرة أخرى حتى يمكن الاعتقاد من قبلك بأنه ربما القضاء سيس أو تعرض للتسييس في تعاطيه مع حالة الطعون التي قدمت من أطراف مختلفة وشخصيات؟ أولها أن سيف الإسلام محكوم غيابيا بالإعدام. القانون الليبي
ما يقول ان الاحكام الغيابيه النافذه الا في حاله امتثال المحكوم عليه للسلطه او للقضاء، يعني نافذه، ومن بينها الماده 10 ان هو محروم من جميع حقوقه المدنيه من بينها الترشح للمناصب السياسيه. هذا واضح، يعني ما فيش، هذا نص قانون واضح، ما فيش اي اطراء اخر. عرقلت هذا بالنسبه لعرقله القضاء، وانا قلت لك انا مشكلتي في القضاء في شنو، ان من الجزء الاول من البدايه عندما رمى الكره المفوضيه للقضاء، القضاء صدر حكمه ان لا يكون هناك اي طعون الا في المناطق المترشحين، ثم سحب القرار وعدل ثم عاد وارجع القرار. هذا يدل على ان القضاء ليس هو القضاء الذي كنا نامل به وكنا متوقعين ان الوحيد الذي لم يجر لهذا الصراع السياسي، مش يكونوا واضعين. لكن فيما يتعلق بسيف للرأي العام كما هو كما فيما يتعلق بسيف بالضبط. حتى من كانوا يعتقلونه في الزنتان عندما أفرجوا عليه في حينها قالوا أنهم استندوا على قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، وبالتالي لا، قانون العفو العام في الجزئية الثانية سمحني واضح وصريح، أي أحكام بالسرقة والقتل والأحكام الجنائية لا 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 يمتثل له أو لا يمر عليه قانون العفو العام، موجود وصريح وواضح بالنسبة لقانون النواب، ما يستحقش حتى نحن مش مختصين قانونيا لكن واضح. مش تقول لي ان القضاء للاسف الشديد، يعني احنا كنا نتمنى ان القضاء لا يقع في هذه المكان للاسف الشديد، لكن هذا واضح كل العيان. للاسف ان كل الموجودين في السلطه الان معرقلين، مجلس نواب، ما يسمى بالقائد العام، الحكومه، وايضا للاسف الشديد ان القضاء وصل لمرحله اصبح هناك اهتزاز وعدم ثقه مع الراي والشرع الموجود حاليا، واصبح الكل يعرقل الانتخابات للبقاء في مناصبه خوفا من نتائج الانتخابات القادمه، وهذا واضح وجلي، لكي نعطي لكل حق ذي حقه. اما باش تقول لي انا فلان عرقل مثلا النواب عرقل، انا اقول لك حاجه، 72 الان جزء منهم، اكثر من 30 عضو في المراسله تاع اليوم المخاطبه تاع مجلس النواب كانوا ضد الانتخابات اصلا راسا، وضد انتخابات النواب حتى في احاديثهم، حتى في الحوارات السياسيه، وحتى في بياناتهم السابقه اللي استرجعنا الذاكره، هناك اكثر من 30 عضو كانوا ضد الانتخابات الان ومع الاستفتاء على الدستور، وانهم مازالوا بيبقوا لك مناصبهم. احنا ليش نبرئوا مثلا نتهموا في عقيله ونسيب لا، الكل يريد ان يبقى. انا شخصيا تلقيت مع عضو مجلس النواب في حوار انساني في تركيا وتحدد لي بحرف واحد، انا طيارتي يوم 25/12 حنكون في مجلس النواب وفي بنغازي غادي ونحضر. واضح تماما سيد الشامي، ما نبيش نسيب، هذا كان واضح وجلي، وتستضيفوا فيه انتم شخصيا في قناه ليبيا الحرار. واضح تماما سيد الشامي. دكتور محمد، مساله اليوم يتحدث السايح للاحرار في تصريح له على انه سيلتقي عقيلة صالح في القبه يوم الغد، كيف يمكن تفسير هذا اللقاء بالنظر الى التوقيت الذي سيعقد فيه، وايضا فيما ذهب اليه بقيه الضيوف في نقطه القانون، الى اي مدى القانون الذي صاغه النواب هو من صنع حاله الجدل القانوني والسجال القانوني بشان المترشحين والاحكام التي صدرت في حقه من القضاء؟ هو اعتقد يا نبيل زي ما قلت انا في المره الاولى، يعني انني من اول اللي قال ان هذه القوانين صيغت لكي لا تنفذ، يعني الهدف الاساسي من صياغه القانون بهذه الطريقه هو عدم الوصول الى انتخابات. يعني نشارك الضيف اللي قبلي تماما، الكل لا يريد الانتخابات، مش عقيلة صالح بس، يعني كل معظم اعضاء مجلس النواب ومعظم اعضاء مجلس الدوله وجزء كبير من الحكومه كلهم لا يريدون الانتخابات، يعني الانتخابات تعني خروجهم من المشهد السياسي، لذلك الامر واضح، يعني كل ما صيغ وكل ما قيل هو هذا الهدف بتاعه. طبعا لقاء عقيلة صالح بالسايح هو جزء من العبث السياسي او المشهد الجنوني في ليبيا الحقيقه، ما عادش ولا عبث، هو اصبح جنون، يعني المفروض ان عقيلة صالح الان مرشح رئاسي وهو مستقيل، هو واخذ اجازه من رئاسه مجلس النواب، فباي صفه بيلاقيه وهو هذا رئيس المفوضيه وهذا مرشح رئاسي؟ ما فيش اي صفه، ولكن جزء من المشهد العبثي الجنوني في ليبيا. خلينا نشوف الان ما سيحدث الان، يعني تكلمت بكل وضوح والحمد لله، يعني لاضفاء المصداقيه على كلامي، السيد جبريل تكلم اكد الكلام اللي قلته، هو قال اني مختلف مع الدكتور محمد، ولكن بعدين قال لي لا، المفروض عقيله، المفروض دبيبه ما ترشحش وسيف المفروض ما ترشحش، وهذه هي المشكله اللي واجهوا فيها الان، وهذا هو السبب الرئيسي، يعني هو اكد الكلام اللي قلته هني. الان انا قلت ان الانتخابات يعني احتمال حدوثها اصبح بسيط جدا. في نقطه مهمه مش عارف لم تؤكد بعد، ولكنها اعتقد خلاص، يعني ان السيد غوتيريش عين ستيفاني ويليامز مستشارة له لشؤون ليبيا. في الحقيقه هذه الخطوه هي لتجاوز
عدم امكانيه تسميه مبعوث جديد لليبيا، لان هناك صراع بين القوى الدول المختلفه، ولذلك غوتيريش يريد عوده ستيفاني ويليامز للمشهد من جديد، فتم تعيينها مستشاره لغوتيريش الامين العام لشؤون ليبيا. هذا ينبئك باللي قاعد بيصير المده الجايه، لان كما قلت الانتخابات احتمال حدوثها اصبح يعني شبه المعدوم. الان عقيلة صالح يحاول يلعب لعبه واضحه، انه هو حيجي يوم 24/12 ويقول ان الحكومه خلاص سقطت واني بنسمي حكومه جديده بالتجاوز. طبعا هذا متوقع جدا. يملك القرار لوحده؟ هو ما يملكش القرار لوحده، لكن هو ما يملكش حتى اصدار قرار مجلس النواب. ما هو فيه مشكل، خلينا نوضح الصوره باش القانونيه، من ناحيه قانونيه نزع الثقه من الحكومه يحتاج موافقه مجلس الدوله، ولذلك لا يمكن لمجلس النواب سحب الثقه من الحكومه، والحكومه مستمره. الشيء الاخر اللي ممكن في هالبنات ما يعرفوش شيء، ان تسميه اي حكومه جديده تتطلب التوافق بين مجلس الدوله والنواب، سواء في المجلس الرئاسي او رئيس الحكومه، وهذا طبعا غير ممكن. لكن المشكله اللي صارت، وهذا في الحقيقه يضع تساؤلات يعني على اداء الحكومه نفسها من ناحيه سياسيه. الحكومه اللي هو الان لم تدفع ابدا عندما سحبت الثقه منها بانه لا يحق لمجلس النواب سحب الثقه منها لانه يتطلب موافقه مجلس الدوله. لم نستمع لاي عضو من اعضاء الحكومه يقول الكلام هذا، وهذا غريب، لان الشيء الطبيعي انها المفروض الحكومه اللي هي ملتزمه بالاتفاق الحاكم الليبي يقولوا الكلام هذا. لما انت سكتت على اللي قام به عقيلة صالح من سحب الثقه من حكومتك وباصدار القوانين المعيبه بهذه الطريقه، من المتوقع جدا ان عقيلة صالح يسمي رئيس حكومه جديد، وحتجد نفسك في موقف محرج. هذا اللي حيصير. ولكن على العموم هذا ما حيحاوله عقيلة صالح، انا لا اعتقد شخصيا انه سيمر، ولكن نقول لك ان هذا اللي حيصير. ولكن هناك المجتمع الدولي اللي يعلم جيدا ان هذا من الصعب انه يصير حيتدخل، والكلام اللي وصلنا له لحد الان سيتم دعوه منتقى جديد للحوار، حوالي 40 شخصية 30 شخصية مش معروفة، يعني هذا قاعد في مجال التخطيط. مسؤولية هذا الملتقى في الحقيقة هو ربما الذهاب إلى انتخابات نيابية مش انتخابات رئاسية، لأن الانتخابات النيابية معظم أعضاء المجتمع الدولي يرون أنها هي الحل الأمثل لليبيا، ولا يمكن بقاء هذه المجالس الآن، فربما يتم الدفع إلى مجلس نيابي. النقطة الأهم أو النقطة الأصعب طيب في هذا الموضوع، لأن الذهاب لانتخابات نيابية سهل، الكل يطالب بانتخابات نيابية وممكن الضغط تجاهها. المشكل الحكومة، هل سيتم الدفع بحكومة جديدة أم ستبقى هذه الحكومة؟ هناك في الحقيقة كثير من الخيارات، أحد الخيارات المطروح هو استبعاد الدبيبة، يعني يقعد نائب رئيس الحكومة الآن، يعني نقول في السيناريوهات مش اللي نطالب بها، نقول في اللي قاعد يصير، يعني بقاء السيد بوجناح، وهذا الاحتمال الأكبر هو رئيس الحكومة اللي حتمشي بين الانتخابات، ربما الانتخابات تصير في شهر فبراير أو مارس، انتخابات نيابية، أو ربما تغيير الحكومة، ربما إنه الملتقى الحوار هدايا هو اللي يدير كل القوانين، ربما يقعد قانون الانتخاب بتاع مجلس النواب لأنه ما فيش مشكلة. يعني هذه هي السيناريوهات المطروحة، وهذا هو سبب تعيين ستيفاني ويليامز. ولكن كما قلت لك انتخابات رئاسية، يعني الآن العالم كله، حتى تصريح ستيفاني ويليامز كان واضح في إن إحنا ما نبوش انتخابات تذهب بليبيا إلى المشكل بدل الذهاب إلى الحل. فهذا هو. هل بالفعل سيد جبريل الانتخابات الرئاسية كما ذهب في ذلك سيد محمد فؤاد، ربما يمكن القول أنها باتت من الماضي؟ زد عليه مسألة لقاء عماد السايح إن جرى بالفعل غدا وفق على الأقل تصريحي للأحرار بعقيلة صالح، أسأل حول إن كان ذلك يعد خرقا لحيادية المفوضية تجاه المترشحين في تقديرك. أشك أنا حقيقة والله حسب عقلي، أشك أنها تكون لها أساس من الصحة، وإن حدثت فتكون بصراحة سقطة للسيد السايح. يعني السيد السايح بأي حقية وبأي صفة يحق له أن يقابل مترشح الآن؟ لا، السيد عقيلة الآن ليس رئيس مجلس النواب، هو من ضمن المترشحين، ولا سلطان له لا على مجلس النواب ولا أصلا تربطه علاقة الآن بالسيد السايح. هو وفق تصريحات السايح يقول أنه بصفته كرئيس لمجلس النواب. لا، هو الآن ليس رئيس لمجلس النواب، وهذا شيء معروف، هو الآن مترشح للرئاسة، رئيس مجلس النواب الآن السيد النويري.
لكن يعني هذه تعتبر اعتقد انه لن اذا كان حتى قال هذا الكلام ربما له من ناحيه قال الكلام هذا. التصريح التصريح موجود للاحرار و انتخابات هذه كلها مشكله فريق كان السيد سايح وصل به لهالدرجه هذه انا بنحكي بشفافيه يعني بصراحه. هذه الا اذا كان بوصول النتيجه ان الا اذا كان السيد سايح وصل الى نتيجه ان الانتخابات اصبحت مستحيله ربما يريد ان يوصل هذه النتيجه للسيد عقيل او يوصلها لاي حد. اما اذا كان السيد السايح الى الان هو مستمر في عمله وانا الى حد الان بصراحه ليس لدي عليه تلك يعني كثير من الملاحظات اعتقد انه هو وفق الممكن هو صار بطريقه جيده والى الان يسير بطريقه جيده. العيب ليس في المفوضيه ولا العيب في قانون الانتخابات، العيب في التجاذبات والليبيه يعني تجاذبات حاده جدا يعني صعب جدا الليبيين في هذه الحاله التي يعني تصعد يوم بعد يوم انهم يتفقوا على شيء، هذا شيء يفترض ان يكون معروف، للاسف اللي الان حاكم في ليبيا هو الفساد، الان اتضح ان الكل لا يريد ديمقراطيه فقط يريد ان يصل للسلطه، يريد ان يصل عبر هذا الديمقراطيه للسلطه فقط، والدليل على ذلك من تبقى الان، الكل اعترف بهذه القوانين والكل امتثل لها والكل ترشح والان الكل يعمل بكل قواه بكل الطرق. بكل الطرق حتى الملتوية إلى أن يصل إلى السلطة فقط، وهذا إذن هناك عيب فينا نحن، عيب فينا كمؤسسات كليبيين، هذا شيء موجود، لكن القانون مهما حاولنا ننتقدوه القانون ليس بإمكان إنتاج أكثر من ذلك، إلا إذا كان الأخوة يريدوا قانون يفصل يقصي فلان وعلان حرفيا يعني يقول هذا المفروض يفترض أن لا يترشح حفتر، أن لا يترشح كذا، هذه لا يمكن أن تكون في قانون، نحن وضعنا شروط يعني منطقية جدا في المادة 12 والمادة 10 ووضحات، لكن يبدو أن تطبيق هو اللي كان فيه خلل. وأكرر هنا لا تعقيب على القضاء ولكن القضاء تأثر سياسيا، رأوا تأثر بتجاذبات حتى الإقليمية والسياسية وهذا شيء معروف، ربما الآن يعني الكل يريد أن يرمي الكرة هذه كرة النار هذه للشعب. وهذه إذا كان وصلنا إلى الانتخابات يفترض أن تكون هناك مواثيق قبلها، ربما الآن نحن إذا كان مضينا في الانتخابات وأنا أتمنى أن نمضي في الانتخابات لأنه لا حل غير ذلك، من سيتفق ومن الأطراف التي ستتفق؟ فقدنا الاتصال بسيد جبريل وحيدة، سأعود له إلى أن يصبح جاهز معنا في ذات النقطة. سأعود لك سيد جبريل لأنه صوتك انقطع ولم يعد يصل بشكل واضح. سيد الدينالي في ذات النقطة، مسألة لقاء عقيلة صالح بالقول كما يقول عماد السايح بصفته كرئيس لمجلس النواب والتغاضي عن شاغل المنصب الحالي وهو السيد فوزي النويري، إلى أي مدى ينبئ ذلك بأنه بداية انهيار العملية الانتخابية وربما خوف السيد السايح هو ما دفع بلقاء عقيلة لبحث ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بهذه العملية برمتها؟ نعم طبعا للأسف يبدو ان هذا ما يحصل فعلا، يبدو ان هناك صوره بالغه تهدد الانتخابيه وخاصه الانتخابات الرئاسيه، ويبدو ان السيد سايح متجه للقاء الاستشار عقيلة صالح لهذا الغرض. يعني نحن نرى اختناق حاد جدا في الانتخابات الرئاسيه، وربما كان الرجل يريد التشاور مع الاستشار عقيلة حول هذا الموضوع او الخروج من هذا المقتنع او وضع آلية معينة لتأسيس الانتخابات الرئاسية ربما او ايقافها لتقديم الانتخابات النيابية ثم تأتي. انا اكيد لما قال الدكتور محمد ان هذا الارجح وهذا الاقرب ممكن السيد عماد السايح متجه للمقابل بخصوص هذا الامر اطلاعه على استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت بالذات في هذه الأجواء التي نراها الآن التي لا تنبئ للأسف بخير. الأمر لا يعرفونها كذلك، يعني قاضي المقابلة السايح صارت إلى تدور حول هذه الضغوطات أو إيجاد مخرج آمن للبلاد، هل تم تأجيل أو تأخير العملية أو إيقاف القضية الرئاسية. طبعا هناك اقوال فعلا نستمع اليها وتصل الينا بعض
الاراء لو هناك سياسيه وشكوك انتخابات نيابيه في شهر فبراير القادم ثم بعد اقرار انتخابات سياسيه، هذا امر ايضا محتمل سنرى. انا ندري كما هي الطريقه او الاليه التي تصل الى هذه الرؤيه ان صدقت فعلا او اصبح الامر واقع امام غدا بحث عن مخرج بين أذن سيد الدينالي. أنا حقيقة حاولت أن أستمر معك لكن صوتك يتقطع وما تود قوله لا يصلني بشكل واضح صراحة، ربما أعود لك لاحقا إلى حين ربما محاولة الزملاء إصلاح أي خلل حاصل. سيد الشامي، في ذات النقطة، الحديث اليوم ربما إن جرى هذا اللقاء كما صرح السائح أنه سيلتقي بعقيلة الغد في القبة، إلى أي مدى قد يستخدم هذا اللقاء كذريعة ممن لا يقبلون نتائج الانتخابات في الفترة القادمة أن أجريت في موعدها، على اعتبار أنه المفوضية لم تعد حيادية بلقائها أحد المترشحين دون غيره؟ للأمانة إذا أنتم متأكدين من التصريح فهو خطأ كبير، إلا في حالة واحدة، إما تقديم السيد السائح استقالته من المفوضية العليا للانتخابات، أو الإعلان عن فشل الإجراءات التنظيمية والقوانين الانتخابية وأن الانتخابات لا يمكن حتى من ناحية تقنية، ممكن هذا قد يتعذر وحيتكلم بناحية دبلوماسية أن يقول من ناحية تقنية وفنية لا يمكن العمل على الانتخابات في 24 ديسمبر، أو أن يكون صراحة خطأ كبير، وبذلك حتى هو السيس أصبح حتى هو مسيس السيد عماد السائح، رغم أنه أخطأه قليلة للأمانة في طيلة فترة هذا الصراع الكبير، الاحتدام بشكل كبير وقوي جدا في ليبيا، ويعتبر سيس نوعا ما الموضوع حتى المواضيع الجذرية ذهب رماها للقضاء. مش نكون منطقيين، نعطي صورة ملخص حسب فهمنا للموضوع يعني، وحسب متابعتنا الأحداث اللي كنا متابعين الأحداث فعلا. إذا قسمنا 100% على الأحداث القادمة، أعتقد أن للأسف الشديد يعني أحد المناديين بالانتخابات لإنهاء حالة الفوضى والتمسك الكبير بالسلطة من الكل، أعتقد أنها لن تتجاوز 15-20% أن تكون في انتخابات. أعتقد بدأت تتضاءل بشكل كبير، حتى تصريحات الولايات المتحدة ممكن هي الأكثر حول الانتخابات بدأت تبتعد شيئا فشيئا. 40% قادمة هي تعيين حكومة لمدة 6 أشهر وانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر قادمة، وهذا أمر صعب باعتبار أننا حافظنا على قانون الانتخاب القادم اللي هو قانون رئاسي وهو محل جدل ولم ينتهي الجدل فيه نهائيا حسب ما هو موجود. الحل الثالث وهو نسبة 40% اعتبار أن الحكومة فشلت في المهام المناطة بها حسب خارطة الطريق وهي تأمين انتخابات، وما ذكره السيد خالد مازن في تصريحات في مؤتمر الصحفي أن هناك عراقيل أمنية بشكل سيد الشامي. أنا صوتك غير واضح، أنا مرة أخرى أطلب من الزملاء أن يصلحوا الخلل مع سيد الشامي حتى يمكن سماعه في المرة القادمة هو سيد الدينالي بشكل واضح. دكتور محمد، أنت من اللي تتوقع أنه ربما لن تجرى الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، لكن لو فرضنا أنه بالفعل هذه الانتخابات بالرغم من حالة الخلاف السياسي والقانوني ستجرى في موعدها، ومع صدور حكم جديد يمنح سيف حقية الترشح في هذه الانتخابات، أي معادلة سياسية يمكن أن تتشكل في ظل هذا الوضع ربما؟ هو تعرف يا نبيل، من معظم الكلام اللي نقول فيه يعني نستند على وقائع ومعلومات، يعني ما نتكلمش من فراغ، وانت تعرف هذا يعني بالذات يعني. فاحتمال زي ما قلت لك ان الانتخابات مش حتصير، هذا احتمال كبير وكبير جدا جدا، لن تجرى. ولذلك الكلام عن تحالفات سياسيه الان غير موجود. واحد من اهم الاسباب انها ما تصيرش الانتخابات، انا قلت لك يعني ترشح عبد الحميد دبيبه من جهه حيسحب يعني احتمال فوزه كبير جدا، من ناحية أخرى سيف الإسلام اللي حيسحب أصوات كبيرة من حفتر، يجعل حفتر لا يأمل حتى في الوصول إلى المرحلة الثانية من الانتخابات حتى ولو قام بالتزويد. يعني مشكلة حفتر أنه هو يسيطر على المنطقة الشرقية، ولكن بالورقة والقلم لما تجيب حسابات الناخبين المسجلين الآن، لا حتى لو زور كل أصوات المنطقة الشرقية حفتر لن يستطيع الفوز ولا حتى الوصول إلى المرحلة الثانية من الانتخابات، ولذلك لن تجرى هذه الانتخابات الآن. أنا قلت لك السيناريو اللي قاعد يصير، اللي قاعد تخطط لها الأمم المتحدة وبعض الدول معها،
هو ملتقى حوار جديد. شنو حيصير في هذا الملتقى ما نقدرش نقول، ولكن انا اعتقد اي واحد عاقل واعتقد ان الكلام هذا قلناه مش اليوم بس، احنا قلناه قبل مده وقلنا ان الحل الصحيح لليبيا او الخطوه الصحيحه في اتجاه الحل وليست الحل، لان الحل في ليبيا ما زال بعيد، هو الدعوه الى انتخابات برلمانيه. الانتخابات البرلمانيه تسمح للجميع بالمشاركه، يعني فيه رابح وفيه خاسر، لكن الرابح ما ياخذش كل شيء والخاسر ما يخسرش كل شيء. تنقل الصراع الى تحت قبه البرلمان بدلا من الصراع بالسلاح. والحاجه الاخيره والاهم طبعا انها توحد المؤسسات. يعني المشكلة الكبيرة الآن في ليبيا عدم وجود شرعية لكل المؤسسات. يعني المفروض أن يوم 24/12 مش الحكومة اللي تطيح، بالعكس اللي يطيح هو مجلس الدولة والبرلمان، لأن الانتخابات هذه وظيفتها ليست تغيير الحكومة وإنما تغيير هذه الأجسام. مشكلة الأجسام هذه اللي ما عندها الشرعية ومستمرة في الحكم تعطي مساحة كبيرة جدا للتدخلات سواء المحلية أو الدولية. بوجود جسم نيابي جديد جزء كبير من الشرعية يرجع لهذا المجلس النيابي، وبعدين يستطيع هذا المجلس النيابي إنه يتخذ قرارات حاسمة في موضوع الدستور، يتخذ قرارات حاسمة في موضوع الرئاسة. لو قلنا بنمشي لانتخابات رئاسية أو إلى نظام رئاسي، وأنا لا أشجع هذا على الأقل في المرحلة الحالية، ربما في المستقبل نعم، موضوع الدستور مهم جدا مفروض نحل. ولذلك يجب الضغط الآن بكل قوة في اتجاه الانتخابات النيابية. المجتمع الدولي في احتمال كبير جدا، يعني عجبتها فكرة الانتخابات النيابية، وهذا اللي صار في برلين، وأنا تكلمت في أسف في باريس، وهذا تكلمت عليه وقلت أنه في باريس كانت معظم الدول في الحقيقة متشككة جدا ضد الانتخاب في الانتخابات الرئاسية، ما عدا فرنسا والإمارات هم اللي مصرين كانوا على الانتخابات الرئاسية. معظم الدول الثانية ما كانتش في الانتخابات. الشيء الآخر محليا، ومحليا له دور، يعني المفروض الآن محليا الضغط بكل قوة في اتجاه واضح تماما دكتور، وعدم الاعتراف في مجلس النواب والمجالس الاخرى بعد يوم 24/12 يعني يفقد شرعيته خلاص انتهى الامر. ان 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 يعني سيد جبريل، انت عرقلت كم الانتخابات، وربما عرقلت امكانيه اجرائها في 24 من ديسمبر من اي طرف كما يعتقد ربما السيد محمد فؤاد هنا. هل يمكن ان يقبل النواب بمساله ان تكون انتخابات نيابيه، أم يذهب في سياق الحديث عن حكومة أخرى؟ وهل هذا مجدي؟ هو باش نكونوا واضحين، القصة مش قصة نواب، القصة قصة فسطاطين إذا كان صح التعبير، مجموعتين، انقسام سياسي. مجموعة ترى ولها يعني وجهة نظر وموضوعية، أعتقد يقول لك إحنا كنا في انتخابات برلمانية من البداية في 2012 و2014 وكل زادتنا تعقيد وتعقدنا زيادة، إذا نحن الآن نحتاج انتخابات رئاسية، لأنها بصراحة من عقد المشهد هي هو المؤتمر الوطني، يعني بطريقة أو بأخرى، وبعدين جودر وقانون انتخاب مجلس النواب وانقلبوا عليه. يعني ما الذي يضمن أن ما نعودش نفس المربع ونفس التجاذبات وتبقى الوضع منقسم؟ إذا يروا أنه ما يحل هذه المشكلة هو انتخابات رئاسية بالدرجة الأولى، وأيضا مع وتكون مع انتخابات برلمانية. ما يراها أستاذ محمد هذا وجهة نظر موجودة عرفت، لكن الطرف الآخر لا يراها. إذا نحن الآن بالعملية برمتها حسب وجهة نظري أنا كلها يعني صعب التوافق فيها، حتى التوافق أو اللي مازال يقول لك توافق، من يتوافقوا على شنو توافقوا؟ هذه أطراف اللي يمكن واحد العاصي واحد ميلين زي ما يقولوا. نحن الآن بصراحة إذا كان في عقلاء وحكماء يفكروا بطريقة أخرى، يفكروا بطريقة غير هذا الوضع، هذا تغيير الوضع بالكامل. نحن ليش ما نرجعوش للدستور المعطل، دستور 51 يا سيدي، فلتكن ليبيا اتحادية و51، وحتى الشرعية الدستورية نرجعوا لها، باش ندوروا حل من خارج العاصفة. نحن الآن في عاصفة من 2069 والعاصفة راكبة وزادت. يعني أين الإشكال في الدستور الحالي يا سيد جبريل حتى تعود بتاريخ الوراء وتطالب بالعودة للدستور 51؟ ما هو قدامنا دستور الدستور الموجود هذا كله مشاكل، كله قنابل، ومش متوافق عليه ومش راضي. طيب وعرض للاستفتاء، ألم تنجز قانون الاستفتاء؟ داخل العاصفة، هل تو نحن بالله هل عندنا مشكلة مثلا اثنيات؟ هل عندنا مشكلة مرأة؟ يعني ليبيا من أكثر الدول اللي فيها المرأة متحررة، يعني ربما من مزايا 69 ال 40 سنة هذه هنا عطت حرية المرأة إلى أبعد حد.
عرفت ما فيهاش مشكلة. إحنا مشكلتنا في دولة، استرجاع دولة، وضع حادث أخ أجنبي، محافظ على حدود دولة، محافظ على سيادة الدولة، هذه ما يرجعهاش إلا حاجة من خارج العاصفة. إحنا الآن داخل العاصفة جوا، لا يمكن نقدر نتفق على شيء، كل واحد يرى الحقيقة من جانبه. يعني إذا كان إذا كان الدستور الحالي يحقق، هو تقول إنه هناك فيه خلاف كبير، فمسألة إسقاط دستور 51 على الحالة التي يعيشها البلد يبدو أنه أمر غير منطقي، لأنه حدثت كثير من المتغيرات طوال هذه السنوات. فأيضا سندخل في جدال آخر، مسألة تعديل هذا الدستور. على كل أنت أرى أنه مسألة العودة للدستور هو الحل الآن، لا برلمانية ولا رئاسية ولا غير ذلك؟ نعم أنا أرى أن نجد حل، أن نجد حل من خارج العاصفة، من خارج هذا الخلاف. داخل الخلاف لا يمكن نصل إلى حل، كل من يرى الحل من جانب. سيد الدينالي، أعود لك مرة أخرى وأتمنى أن يكون صوتك واضح هذه المرة فيما يتعلق بمسألة انتخابات الرئاسية، وإن كانت بالفعل لن تجرى في 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 موعدها. السيناريو الأقرب، نذهب إلى، تعتقد إلى مسألة إجراء انتخابات برلمانية أم إعادة تشكيل حكومة جديدة ومرحلة انتقالية أخرى؟ نعم، في حال فشل عملية الانتخابات الرئاسية، اعتقادي أن سيكون المسار نحو انتخابات برلمانية نيابية جديدة، وهي التي ستفتح لنا طريق أخرى انتخابات رئاسية القادمة. أنا طبعا أتفق مع السيد حيدر حول أن الفكرة كانت فعلا ناتجة عن البرلمانات السابقة، وهي سببت لنا الأزمة الحالية اللي نحن فيها، ونحن محتاجين فعلا انتخابات رئاسية. ولكن ما نراه الآن، على الأقل ما نراه على المشهد الحالي، إمكانية حدوث الانتخابات الرئاسية ربما يدخلنا في منطلق آخر أخطر مما كنا فيه الآن. نحن نريد عملية تدفعنا أو تنتقل بنا نحو الاستقرار الدائم للبلاد. أعتقد أن لو حدث الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت، يكون هناك مخاطر كبيرة بصراحة، ونحن نتمنى أن نتجنبها. في حال إجراء دستور يتفق عليه الليبيين، نحن المسودة الحالية أو الدستور الحالي أعتقد أن عليه الكثير من الخلاف، ويشوف العديد من المشاكل، فهو ليس جزءا من الحل، بل هو جزء من المشكلة التي نعاني منها الآن. إذا كان الحل كنا خرجت هذه الخدمة في الزمن، لكن للأسف هو كان الأزمة أيضا. فعلينا تفكير بطريقة أخرى، كيف يمكننا الانتقال أو إنجاز هذا بطريقة سليمة، والانتقال ثالث إلى عملية الاستدامة، إلى من الخطوات الانتقالية اللاحقة التي أوصلتنا لهذه المراحل المعقدة في البلاد. واضح. نحن نحتاج إلى دستور دائم. واضح تماما سيد الدينالي. سيد الشامي، أعود لك مرة أخرى وأتمنى أنت أيضا تسمعني وصوتك يكون واضح. مسألة تنجرة الانتخابات في موعدها، هل يمكن أن تتشكل تحالفات انتخابية بعينها، أو بمعنى تتشكل تحالفات أخرى تصيغ المشهد من جديد، تعيد ربما حكومة، تنتج حكومة أخرى بديلة عن حكومة دبيبة، طالما أن القضاء سمح لدبيبة وأيضا لسيف الإسلام بالعودة مرة أخرى للسباق الرئاسي؟ بداية أني أريد أن أعرج على النقطة التي توقفت فيها. يعني صراحة أرى المشهد في المجمل بعد قصة الأخيرة، يعني أرى المجمل اللي قسمناه على نسبة المئوية 100%، نشوف أن 20% وأقل شوية حتكون في انتخابات للأمانة. يعني ما أكثر كنت الأكثر متفائل في المستنقع الموجود في هذا الصراع السياسي منذ أكثر من 6 أشهر، أن يكون الحل الوحيد هو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. لكن للأسف الشديد وصلنا في مستنقع الوحل، أن كل الموجودين على الكراسي في جميع تخصصاتهم رافضين الانتخابات للبقاء بنسبة 40%. نشوف في حل ممكن يكون بنسبة 40% باعتبار أن الحكومة الحالية فشلت في أهم ما وظفت من أجله، انتخابات فشلت، لم تصل بنا الانتخابات، الحالة الأمنية لم تصل بنا الحالة الأمنية، لم توحد المؤسسات، انقسام في الحكومة. يعني نعود إلى حكومة، رئيس حكومة آخر لمدة 6 أشهر، 6 أشهر يهيئ فيها أجواء انتخابية كما هي موجودة. إذا اكتملنا على هذه القانونات، قانون الانتخاب البرلماني والقانون الانتخاب الرئاسي،
أو الأربعين في المئة الأخيرة والذي نشوف فيها الأقرب الآن باعتبار الفوضى الخلاقة الموجودة الآن، هو الذهاب إلى حكومة أخرى مدتها سنة ونص، والتوافق إما على دستور 61 الإعلان الدستوري الحالي، أو الاتفاق على مسودة الدستور الموجودة وهذه من الصعب الاتفاق عليها، أو حتى تكليف أصلاً في الأصل، في الأصل هو في الإعلان الدستوري كانت لجنة 60 عبارة عن تكليف، لم تكن عبارة عن انتخابات، إلا المؤتمر الوطني هو من في جرة اعتصامات طيب. الوادي الأحمر كنا نتذكر في نقطة فشل الحكومة يا سيد الشامي، في نقطة فشل الحكومة في الانتخابات، أين فشلت الحكومة تحديدا؟ إن كان على صعيد الميزانيات، السيد السايح تحدث فيما مضى على أنه استلم الميزانية المطلوبة من 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 حكومة دبيبة، وإن كان على مسألة التأمين، تأمين العملية الانتخابية، فقالها السيد مازن صراحة أن هناك خروقات قد تعرقل عملية حماية المراكز الانتخابية والخروقات من جهات أخرى، فلما تحمل الحكومة لوحدها المسؤولية الكاملة دون أن تتحدث عن جهات أخرى ربما تعرقل هذه العملية برمتها إن لم تضمن نجاحها الفعلي في السباق الرئاسي؟ ما فيش جهات أخرى، أنت حكومة وحدة وطنية، أنت جيت في أول يوم سيد رئيس الحكومة والحكومة قال لن أضع أو أكلف أي وزير أو وكيل وزارة لا يستطيع الذهاب لكل ليبيا ولا يستطيع أن يعمل في مشوار المهمة. أنت لما تقول لي وزير الداخلية مش قادر يأمن وأن في خروقات واعترف أن في خروقات، هذا أول سبب رئيسي، أنت ما حطش لمؤسسة أمنية لمؤسسة عسكرية، ليس دورها المؤسسة العسكرية، حتى المجلس الرئاسي راح أتكلم، المؤسسة العسكرية من دور اسمح لي، المؤسسة العسكرية وفق الاتفاق جنيف، المؤسسة العسكرية من وظيفة مجموعة لجنة 5+5، وأيضا مسألة عدم قدرة لا سمحني المجلس العسكري هو القائد الأعلى للجيش، وهو أنا تكلمت قلت لك باكج كامل، أتكلم عن الحكومة والمجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش وظيفة توحيد الجيش والمؤسسات العسكرية هو المجلس الرئاسي، ما جاء به الاتفاق السياسي، هذه خارطة طريقة تقول. ولما يجي وكيل وزارة الداخلية يقول لك راهو كذا وكذا، وهذا وكيل وزارة الداخلية اللي كنت كحكومة، وقال لك راني إني مانيش مأمن وبنأمن جزء معين وكما هذا ما فيش حكومة، هذا واضح انقسام داخل الحكومة، فكيف توحد المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ أنا يعني مسألة الحكومة هذا شيء واضح ثابت، يعني لا مسألة الحكومة، المهام الرئيسية في خارطة الطريق توحيد المؤسسات، تنظيم الانتخابات، ومن ثم بعض المجالات الحياتية اللي هي الكهرباء والماء وتوفير السيولة المقاربة التي عملت عليها الحكومة، ألم تكن هناك أطراف أخرى عملت على إفسادها أو إفشالها بشكل أو بآخر؟ حالة العمل خارج إطار، لماذا الحكومة العمل خارج إطار السلطة اللي صار من قبل خليفة حفتر، العمل خارج إطار السلطة، منع الحكومة حتى من زيارة بنغازي، وأيضا منع، سمحني بس أعطيني معاك اللي مش نجاوبك أول بأول، هل صرح رئيس الحكومة بذلك؟ هل قال خليفة حفتر منعني؟ هل طلب عقوبة خليفة حفتر؟ يعني أنت محتاج تصريح من الحكومة، محتاج تصريح من الحكومة؟ هو بالعكس، هو مشي لطبرق وقعد مع حسين القطراني وقال له حتى وضمن حتى في اخر ميزانيه ضمنت للمجلس النواب، ضمن فيها ميزانيه القائد العام للجيش الليبي بزوز مليار، وايضا بعض الديون 6 مليار. خلينا نعطي الحاجات بما حدثت واقعيا قدامنا، المحصله ماذا في الخفاء؟ ليش ما الحكومه تتراوح في طرف عرقل فيه كذا كذا، المحصله ماذا يا سيد الشامي؟ انتخابات، لأن انت وافقت ورضيت، هذا انا اتكلم عليه، مش خشين في جدليه الحكومه وغيرها، انا اتكلم لك عليه رؤى نشوف فيها يعني من ناحيه سياسيه. المحصله الاخيره انه حيكون في اتفاق سياسي، من اعطى الشرعيه، وانا اتكلمت عليها حتى معكم اكثر من مره، اللي اعطى الشرعيه لكل الاجسام الموجوده، البرلمان، مجلس اعلى للدوله، المجلس الرئاسي، الحكومه، كل ذلك تحت مظله الامم المتحده قانونيا، كلهم طايحين، كلهم غير شرعيه، الشرعيه هي شرعيه سياسيه. الان شرعيه سياسيه تقول لك 24/12 قاعدين، حتى الدول الاقليميه والامم المتحده الان عندهم مشكله، راهو لان قانون الزامي ومجلس الامن ويقول ان في انتخابات رئاسيه وبرلمانيه الزاميه 24/12، يعني ما فيش شرعيه لاي اجسام موجوده. شكرا جزيلا لك استاذ محمد راه. فلهذا المتوقع ان تحدث حتى فوضى عارمه، حتى تكون كلمه للشعب. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي سيد محمد الشامي، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من مصراتك، كما اشكر ضيفي ايضا عبر سكايب من بنغازي عضو مجلس النواب السيد جبريل وحيدة، وأيضا ضيفي من هناك عضو الحزب الوطني الاتحادي السيد سعد الدينالي، وضيفنا من جنوى المحلل السياسي الدكتور محمد فؤاد. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بخير.